أخبار اليوم. النهارده السيد المحافظ هاني المسيري، أهلا بحضرتك يا فندم. نقول اللاعب هاني المسيري النهارده طبعا أهلا وسهلا بيكو. أنا أولا مبسوط إن أنتوا بتغطوا، كان نفسي طبعا التغطية دي تكون برضو في قبل وفي توقيت المسابقة وبعد المسابقة، لأن التغطية الحقيقة محتاجة تكون أقوى شوية عشان إحنا بنحاول نجري ورا السياحة الرياضية. هي مهملة فترة طويلة، عندنا أحسن مناخ في دول العالم موجود هنا، أحسن أماكن لممارسة الرياضات طبعا السباحة وبالنسبة لركوب العجل زي ما شفنا والجري. فاعتقد ان احنا للاسف فايتنا كتير قوي، الدول كتير قوي ما فيهاش ربع اللي عندنا زي مثلا ابو ظبي ودبي، بتلاقي الافات من السياح موجودين لمده 3 ايام متواصله، الفنادق بتكون كلها كومبلي فولي بوكت، وبتلاقي طبعا المستروات بتزدهر والسياحه الاماكن بتزار وغيره. فاعتقد ان احنا مهتمين جدا دلوقتي نركز شويه على السياحه الرياضيه، وزي ما انتم شايفين طبعا مصر فيها طفره رياضيه عظيمه موجوده، لما تمشي في اسكندريه على البحر تبص تلاقي الناس بتجري في الفجر لغايه الساعه 9 بالالافات، دلوقتي النوادي كلها مسابقات كتير قوي، ترياتلون دي يمكن من 4. انا بحب بس ادي كلمه للشباب، هي فرصه كمان مش للممارسه فقط، ان احنا نحولها الى بزنس. مجال الاعمال في الرياضه مجال قليل جدا، مش شايف فيه شباب، الناس اللي بتنظم المسابقه دي يمكن 1 أو 2، الاتحاد نفسه محتاج مساعده يكون فيها شباب قادر على السفر والتحدث باللغه اللي الشباب عايزه تسمعها. ايه راي حضرتك النهارده يا فندم في شرم الشيخ في صوابعك الجديد وسط الشباب؟ بص، يا شرم الشيخ طول عمرها جميله، بس انا بدعي الحقيقه للناس ان احنا الاعلام بتاعنا هنا يطلع كل الافلام اللي بتتصور دي الى الخارج عشان الناس تشوف ان شرم الشيخ اهي بخير وجمال وامان. تمام. الايه يا فندم؟ رغم حادث الطائره. لا، حادث الطائره ده ما نعتبروش حادث، الحقيقه الناس قامت بواجبها، في واحد مختل عقليا عمل حاجه، الناس عملت واجبها ودورها مظبوط، فما فيش اي حاجه. لا، ما خالص، لا خالص، بالعكس ده احنا شفنا ان احنا عملنا الواجب وزياده. تمام، شكرا يا فندم، شرفتونا.